مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. وفيها في الوحدوي نت، منظمة حقوقية تقول لا مكان للصحفيين في صنعاء ومعظمهم يعملون وهم خائفون. تقرير اقتصادي في موقع يمن مونيتور، اليمنيون يتذكرون مجاعة حدثت قبل 70 عاما. في أكثر الأخبار قراءة، عروس مصرية تحتفل بزفافها في قسم الشرطة. ومن الصفحة الأخيرة للقدس العربي، فائزة باليانصيب تقاضي المسؤولين عن المسابقة بعد فوزها بمليون جنيه استرليني. أهلا بكم، والبداية من الأوضاع التي يعيشها الصحفيون في البلاد، حيث عنون موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: جماعة الحوثي تنكل بالصحفيين في اليمن، أرقام وإحصائيات مخيفة. ووفقا للموقع، فإن جماعة الحوثي وقوات صالح تمارس مختلف الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين، حيث قتلت جماعة الحوثي بعض الصحفيين بشكل مباشر أو من خلال استخدامهم دروعا بشرية. يؤكد أمين عام نقابة الصحفيين محمد شبيطة أن جماعة الحوثي حجبت 40 موقعا إخباريا ومحرك بحث، واستولت على العديد من المؤسسات الصحفية، كما قامت بإقصاء كثير من العناصر الإعلامية وأوقفت رواتب آخرين، مشيرا إلى حالات تعذيب وحشي يتعرض لها المعتقلون في سجون الإنقلابيين. وأضاف شبيطة أن جماعة الحوثي منعت 300 من موظفي إذاعة صنعاء الرسمية من ممارسة أعمالهم، إضافة إلى موظفي المؤسسات الإعلامية الأخرى مثل صحيفة الثورة ووكالة سبأ للأنباء وتلفزيون اليمن، ما دفع بعشرات الصحفيين للنزوح إلى قراهم أو مغادرة اليمن. من جانبها، قالت المنظمة البلجيكية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية إن الصحفيين أمام هجمة غير مسبوقة في اليمن. وقالت المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان في بيان تفصيلي أورده موقع الوحدوي نت إنه بعد استيلاء مسلحي جماعة الحوثي على السلطة باليمن، شهدت الساحة اليمنية العديد من الانتهاكات بحق الإعلام والإعلاميين والصحفيين، وجعلت العمل الصحفي في اليمن مغامرة خطرة قد تنتهي بصاحبها في السجن. يأتي هذا وسط حالة من انعدام الشفافية وإصرار مستمر من أجهزة مسلحي الحوثي الأمنية على استنساخ أساليب القمع وعودة ممارسات تكميم الأفواه. وقال بيان المنظمة إنه لا مكان للصحفيين إلا لمن يعمل مع مسلحي الحوثي ووفق أجندتهم، وأن وضع الصحافة الجديد في اليمن سيء بكل المقاييس، وقد سبب لجميع الصحفيين الخوف إذ صاروا أمام هجمة غير مسبوقة. رغم أن هامش المناورات السياسية يضيق يوما بعد يوم أمام الانقلابيين، بالتوازي مع الضربات المتتالية التي تلقوها من قوات الجيش الوطني والمقاومة، إلا أن قادة هذه الميليشيات يصرون على المضي قدما في عملية الانتحار السياسي التي يقودهم إليها صانع قرارهم في طهران. هكذا تبدأ صحيفة الرياض السعودية افتتاحيتها. رغم تقلص مساحة الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها لصالح الشرعية، إلا أن الباب الصغير الذي كان متاح أمامهم للخروج بعد نهاية مغامرتهم الانقلابية في طريقه للإغلاق، فلم يعد مبعوثو المنظمات الدولية ووسطاء الدول يرون من قادة هذه الميليشيا إلا مجموعة من الدمى المفخخة التي تحركها إدارة خارجية لتنفجر في الجسد اليمني، وهو هدف يلغي أي وساطة أو مهمة لمبعوث سلام يحمل بارقة أمل أمام هؤلاء للخروج من محرقة أشعلوها بأيديهم ولن تقضي إلا عليهم في دولة الشرعية والشعب الراغب في السلام والتعايش بعيدا عن أجندات الملال التخريبية. يأتي طلب الحوثي وحليفه المخلوع بإقالة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كإشارة جديدة على قرب النهاية، وهو الأمر الذي رأت فيه الأمم المتحدة أنه غير جدير حتى بالنظر، فجاء رفض الطلب سريعا قبل أن يجف حبر كتابته، وذلك بالتزامن مع إصدار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا أكد فيه اتخاذ الميليشيا الانقلابية للمدنيين دروعا بشرية ورصد قيام قناصة مرتبطين بالحوثيين بإطلاق النار على أسر أثناء محاولتها الفرار من بيوتها في مناطق تحت سيطرتهم خلال معركة المخا.
اقتصاديا، يقول موقع يمن مونيتور إنه مع أسوأ أزمة اقتصادية، فإن اليمنيين يتذكرون مجاعة حدثت قبل 70 عاما. وقال الموقع: تواجه اليمن أزمة اقتصادية لم تواجهها منذ 1943، إبان المجاعة التي عصفت بالبلاد مع ارتفاع التضخم إلى 43% حسب خبراء اقتصاد. وقال الموقع إنه لم يبقى أمام الحكومة أي خيارات لدعم اقتصاد بلادها سوى المطالبة بالحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي تعيد للريال اليمني عافيته وللاقتصاد بعض استقراره. وأكدت وزارة التخطيط في تقرير أنه لا يمكن إيقاف تدهور العملة المحلية من دون الاستناد إلى وديعة أجنبية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين. في تقرير لموقع الموقع بوست حول أوضاع جرحى المقاومة الذين يتلقون العلاج في الخارج، عنوان: أحدهم حاول إحراق نفسه وآخرون تعرضوا للضرب، جرحى مقاومة عدن في الهند يعانون الإهمال. كان جرحى المقاومة الشعبية بعدن وفقا للموقع يعتقدون بأن معاناتهم التي عاشوها في المشافي المحلية ستنتهي وجراحهم ستطيب فور تسفيرهم للخارج، إلا أن الاعتقاد الذي أصبح أشبه بالحلم في ظل سيطرة النافذين على ملف الجرحى في الخارج كما يقولون. ويقول الموقع إن أكثر من 250 جريحا يعانون الإهمال المتعمد من قبل المسؤولين على ملف الجرحى في مدينة بونا الهندية، وبالرغم من حراكهم الاحتجاجي المستمر لكنه لم يصل لمبتغاه في إسماع الجهات الحكومية. وقال جرحى للموقع بوست إن أقاربهم في الداخل يقومون بإرسال مبالغ مالية يوفرونها بشق الأنفس، وذلك لمساعدة ذويهم الذين يتم نهب مخصصاتهم بشكل مهين، حيث يضطر الجرحى لدفع تكاليف نقلهم من المشافي إلى السكن إلى جانب دفع أجزاء من تكاليف العلاج والغذاء. في مقالها المعنون بثورة اليمن، هل التغيير السلمي ما زال ممكنا؟ تطرح ميساء شجاع الدين تساؤلا مهما حول مواجهة ميليشيا مسلحة بالسلم، وتقول في جزء من المقال المنشور في العربي الجديد: الحديث عن مواجهة جماعة كالحوثي بدون عنف يصطدم بعدة حقائق تتعلق بفكر هذه الجماعة وكينونتها، وهي تعاني من حالة انفصام عن المجتمع والعصر ولا تبالي بأي عزلة دولية. تأتي هذه الدعوة إلى السلم من ناس يؤمنون بشكل كبير بقدرات الأمم المتحدة والضغط الدولي الذي لا يمكن أن يتجاوز حقائق الواقع الذي فرضه السلاح، أو يتوهم إمكانية التسوية السياسية مع جماعة عنيفة بطبيعتها. ووصولها إلى السلطة بالعنف يعني ببساطة أنها لن تخرج منها إلا بالعنف. عادة يتهرب هذا الفكر الطوباوي من سؤال ما هو الحل أو طبيعة طرحه. الحلول تكون جريئة ومؤقتة، تخشى التفاصيل الواقعية جدا وتصطدم بحقيقة العنف والوقائع التي يفرضها، حيث يفرز المتحاربون نتائج الحرب وليس المتفرجين والحالمين بالسلم، حتى لو كانوا يعبرون عن غالبية صامتة محاولين إرضاء ضمير مرهق من كوارث الحرب. ليس اعتزال الحرب سلما طالما لا يوقفها قرار الاعتزال. وفي حالة العنف الحتمي كاليمن، ليس السؤال كيف يمكن منع العنف، بل كيف يمكن التعامل مع هذا العنف لمنع تكراره بالانخراط في الحرب. قوة وطنية ليست قادمة من الخارج لا تستند على مفاهيم مشابهة للخصم مثل المنطقة والمذهب لتنجح في فرض سلطة تمثل المجتمع كله، وبالتالي لا تخشى من تأسيس علاقة تعاقدية بينها وبين المجتمع قائمة على الدستور وليس السلاح. ميدانيا، عنوان موقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني في صفحته الرئيسية: القوات المسلحة تحرر جبل حلبان الاستراتيجي وتقترب من القناصة. وقال الموقع إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير عدد من المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين في مديرية نهم شرقية صنعاء. وصرح مصدر عسكري أن القوات المسلحة سيطرت على جبل رشح وتلتي التوجيه وجروف وعشر تلال أخرى بعد معارك ضارية مع الحوثيين. وأضاف أن قوات الجيش تقترب من تبة القناصين ومنطقة الحول، وأن الميليشيا خلفت كمية كبيرة من الأسلحة الحديثة من ضمنها صواريخ حرارية. قال موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية:
الحوثيون يفرضون التجنيد على أبناء المراوعة بالحديدة، ومن يرفض دفع 100,000 ريال. وقال عضو في مجلس المقاومة في إقليم تهامة إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح يفرضون التجنيد الإجباري على سكان مديرية المراوعة في محافظة الحديدة. وقال أحمد الشراعي إن الحوثيين فرضوا مع واجهات قبلية على أن يتم تجنيد فرد من كل أسرة، ومن يمتنع عليه دفع مبلغ 100,000 ريال يمني، وإلا فإن مصيره الحبس. يتابع الموقع: وكان الحوثيون وحلفائهم قد منيوا بخسائر كبيرة جراء المعارك في مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم. صحيفة العربي الجديد قالت إن ثورة اليمن كانت كغيرها من ثورات ذلك العام الصاخب، تحركات شعبية واسعة يغلب عليها الشباب ضد أنظمة استبدادية فاسدة طال بها العمر، وكانت هذه الثورات ترتكز على فكرة التغيير الشعبي السلمي. تتابع الصحيفة: كانت هذه الفكرة تعد تحديا كبيرا في دولة مثل اليمن، يغلب على تركيبتها الاجتماعية الطابع القبلي أو الريفي وينتشر فيها حمل السلاح. تضيف الصحيفة: نجح اليمنيون في التحدي، حيث اقتصرت المواجهات المسلحة على الاشتباكات بين فصائل السلطة المنشقة والموالية، بينما غلب الطابع السلمي على الاحتجاجات. وبحسب العربي الجديد، النجاح الذي حققته الثورة على مستوى التغيير في السلطة بسيط، ومال كثيرون إلى خيار الإصلاح السياسي. تتابع الصحيفة في التفاصيل وتقول: تتعدد الأسباب السياسية لاندلاع الحرب، وتتفاوت من تخاذل القائمين على المرحلة الانتقالية، لتظل الحقيقة الأبرز أن اليمن غرق في بحر العنف، وأصبح مفهوم الثورة السلمية استثناء في الحياة السياسية اليمنية العنيفة. أما صحيفة الخليج فعنونت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قوله: الوضع في اليمن مأساوي جداً. تقول الخليج أن غوتيريس وصف الوضع في اليمن بالمأساوي جدا، مبديا خدمة ودعم جهود جميع أولئك الذين يريدون إعادة تأسيس السلام في اليمن حتى يتمكن الناس من التغلب على المأساة الحالية. وقال: لقد عرفت الشعب اليمني لفترة طويلة، إنه شعب كريم ويعاني كثيرا، لذلك أريد حقا أن أكون قادرا على خدمة ودعم جهود جميع أولئك الذين يريدون إعادة تأسيس السلام في اليمن حتى يتمكن الناس من التغلب على المأساة الحالية. ميدانيا، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن قوات الشرعية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه ميناء المخا بهدف تعزيز القوات المرابطة فيه والمشاركة في عمليات التقدم نحو الخوخة بالحديدة، في حين اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي صاروخا فلسطينيا أطلقه الإنقلابيون على المخا، كما تصدت المقاومة لهجوم عنيف للإنقلابيين في تعز وحررت موقعين في جبهة الكدحة جنوب غرب مقبنة، كما سقط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيا بانفجار شاحنة ملغومة في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وقتل 3 عناصر من القاعدة إثر كمين نصبه مسلحون قبليون في مديرية أحور شرق محافظة أبين. الدور الأمريكي في العالم، تحت هذا العنوان كتب وحيد عبد المجيد مقاله في العربي الجديد وقال فيه: وجه الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الثلاثة الأولى لولايته رسائل تفيد بأن شعاره الانتخابي أمريكا أولاً لا يعني تكريس سياسة الانكفاء التي اتبعتها إدارة أوباما أو قبول انحسار الدور الأمريكي في العالم. واتخذ ترامب مواقف تنم عن حزم تجاه الصين وإيران، وخيب أمل روسيا في تحول جوهري سريع باتجاهها، غير أن استعادة الدور الأمريكي تفرض على أركان إدارة ترامب قراءة العوامل التي أدت إلى انحساره في السنوات الأخيرة بعد أن ظل في حالة تمدد لأكثر من 6 عقود. مضت السياسة الخارجية الأمريكية في الاتجاه الخطأ، فغرقت في مستنقعات الشرق الأوسط ودعمت من حيث لم تقصد الإرهاب الذي تصورت أنها تقضي عليه بقوتها العسكرية الجبارة، فقد خلق الإفراط في استخدام القوة أوضاعا دافعة إلى التطرف،
ومن ثم الإرهاب في عموم بلاد المنطقة وفي أوساط المسلمين في الغرب. وفي غضون ذلك بدأت بوادر تغيير في أنماط التفاعلات الدولية دون أن يلتفت إليها صانعو السياسة الخارجية الأمريكية الغارقون في أوهامهم وفي مستنقعات انزلقوا إليها. لذلك يتعين على إدارة ترامب التي بدأت تفصح عن اتجاهات تعبر عن سياسة خارجية مختلفة وتبدو عازمة على استعادة الدور الأمريكي الذي انحسر في شرق آسيا والشرق الأوسط بصفة خاصة، أن تقرأ جيدا عوامل تراجع هذا الدور في السنوات الأخيرة. وإلى أكثر الأخبار تداولا في مصر، حيث عنوان موقع العين: عروس مصرية تصر على إكمال زفافها بقسم الشرطة. وقال الموقع: أصرت عروس مصرية على استكمال حفل زفافها في مخفر للشرطة. يضيف العين: توجهت العروس بفستانها الأبيض إلى أحد مخافر محافظة المنيا بصعيد مصر، وطلبت من إدارته السماح لها بالاحتفال ولو قليلا مع شقيقها المسجون هناك. وقالت صحف مصرية أيضا: العروس طلبت إذنا من مدير أمن المنيا للسماح لها بزيارة استثنائية لشقيقها لالتقاط صور تذكارية معه يوم حفل زفافها. ولبت إدارة المخفر طلب العروس وقدمت لها التهاني ووزعت المشروبات على ضيوف المباحث. شبكة البي بي سي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: عودة جندي صيني عالق في الهند لنصف قرن. وقالت التفاصيل: عاد رجل صيني إلى وطنه بعدما عالق في الهند مدة 53 سنة. تضيف بي بي سي: وكان وان كي جندي استطلاع عندما عبر إلى الهند عن طريق الخطأ خلال الحرب الصينية الهندية سنة 1963. تتابع الشبكة: قضى وان كي 7 سنوات في السجن قبل أن تصدر المحكمة حكما بإطلاق سراحه في 1969 ليبدأ رحلة شاقة وطويلة للحصول على الأوراق اللازمة للعودة إلى بلده. وإلى صحيفة القدس العربي والتي عنونت في صفحتها الأخيرة: فائزة باليانصيب تقاضي المسابقة لأنها جعلتها تفوز. وقالت الصحيفة: قررت أصغر فائزة في مسابقة يورو ميليونز لليانصيب مقاضاة المسابقة لأنها جعلتها تفوز. وقالت جيم بارك التي فازت بمبلغ 1,000,000 جنيه استرليني في عمر 17: إن الفوز في المسابقة قد دمر حياتها، وإنها لو لم تأخذ كل ذلك المال لكانت حياتها أسعد الآن. وقالت بارك التي صار عمرها الآن 21 عاما: إن إنسانا في مثل عمرها آنذاك ما كان من المفروض أن يكون مسموحا له بالفوز في مسابقة من هذا النوع، وإن عمر 18 يجب أن يكون العمر الأدنى للمشاركة في اليانصيب، وإن عمر 16 المسموح به حاليا صغير جدا. وأضافت الفتاة: كنت أعتقد أن حياتي سوف تكون أسعد 10 مرات مع المال، لكنها صارت أسوأ، وبت أتمنى لو لم أكن أملك أي مال. أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفورد وأحد مؤلفي كتاب هذه المرة مختلفة 8 قرون من الحماقة المالية، كينيث روغوف كتب مقالا عن السياسة المالية العالمية اليوم. وقال في المقال المنشور في صحيفة الغد الأردنية بالترتيب مع بروجكت ساندكت: يبدو أن الشعبويين في الولايات المتحدة الذين ربما ألهمتهم كتابات توماس بيكيتي غير معجبين بحقيقة أن العولمة انتشلت مئات الملايين من الفقراء المعوزين في الصين والهند من الفقر ورفعتهم إلى مستوى الطبقة المتوسطة العالمية. وتتلخص الرؤية الليبرالية لصعود آسيا في أنه يجعل العالم مكانا أكثر عدلا، حيث لا يعتمد مصير البشر الاقتصادي إلى حد كبير على محل مولدهم. يبدو أن نظرة أكثر تشاؤما تتخلل المنطقة الشعبوي، فتزعم أن الولايات المتحدة عملت بتمسكها المفرط بالعولمة على نثر بذور دمارها السياسي والاقتصادي، ويستغل أتباع ترامب حس الفناء الوطني هذا ببراعة، وهنا شخص يعتقد أنه قادر على التصدي لهذا الواقع. والهدف هنا ليس مجرد إعادة الوظائف الأمريكية إلى الديار، بل خلق نظام كفيل بتوسيع هيمنة الولايات المتحدة. ينبغي لنا أن نركز على أنفسنا، هذا هو شعار ترامب وآخرين. ومن المؤسف أنه من الصعب للغاية في ظل هذا الموقف أن نرى كيف قد تتمكن أمريكا من الحفاظ على النظام العالمي الذي عاد عليها بفوائد جمة لعدة عقود من الزمن.
لا ينبغي لنا أن نخلط الأمور هنا، فقد كانت أمريكا الفائز الأكبر، ولن نجد دولة كبيرة أخرى تقترب حتى من ثراء الولايات المتحدة، وما يزال أبناء الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة في حال جيد للغاية بالمقاييس العالمية. صحيح أن المرشح الرئاسي الديمقراطي بيرني ساندرز كان محقا عندما قال إن الدنمارك مكان رائع لممارسة الحياة والقيام بأمور كثيرة على النحو الصحيح، ولكنه ربما ذكر أن الدنمارك هو بلد متجانس نسبيا يسكنه 5,600,000 مواطن لا يتسامحون مع الهجرة إلا بدرجة ضئيلة للغاية. الواقع أن قطار العولمة غادر المحطة منذ فترة طويلة، ومن السذاجة الشديدة أن يتصور المرء أنه قادر على إعادته. جولتنا المصورة ستنقلنا اليوم إلى دولة كينيا، حيث أقامت مجموعة من النساء السجينات عرض أزياء في السجن بقيادة ملكة جمال كينيا، وذلك للترفيه عن أنفسهن. نتابع بعضا من صور العرض المنشورة في صحيفة الشرق الأوسط. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.